على أرض السواد وفي شارع أسود مليء بالليل والقتلة، قتل صاحب رواية شارع أسود الدكتور علاء مجذوب لتخسر الكلمة معركة أخرى ضد الرصاصة، وكربلاء الحزينة أبدا تشيع فقيدها إلى مثواه الأخير. هذا ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق اغتيال الروائي والناشط الأكاديمي علاء مجذوب في كربلاء، واصفا الحادث بالجبان، فيما أبدى مثقفون وناشطون مخاوفهم من أن تكون هذه الحادثة متعلقة بفكر مجذوب ونتاجه الأدبي، عدين ذلك خطوة خطيرة لتقييد حرية التعبير. هذا وعرف الروائي الراحل بجرأة في رواياته ومقالاته المنشورة، إضافة إلى جرأة الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان صوتا كبيرا وصوتا وطنيا منتمي الى العراق، ولكن للاسف اغتالت الرصاصات الجبانه هذا الصوت، ونحن متاكدين تمام التاكيد ان هذه الرصاصات لن تخيفنا، لن ترهبنا، لن تثني صوت الحق، ولن توقف بوجه المتصدين. حقيقه خساره كبرى لكربلاء، وكما اسلفت انه لم تكن هذه الرساله الجبانه قد اثرت على المبدعين والمتصدين والوطنيين في كربلاء، سيستمر صوت الدفاع وسيستمر صوت الولاء والانتماء للوطن. عرف الفقيد الدكتور علاء مجذوب بانتمائه الخالص وصوته الصادق والصادح بالحق وبالتصدي للفاسدين. الأكاديمي علاء مجذوب الذي اغتالته يد الغدر الجبانة أمام بيته وعلى دراجته الهوائية بدم بارد، هذا عمل مشين حقيقة، ونطلب من القوى الأمنية ومن الدولة أن تحافظ على أمن البلاد، أن تحافظ على كرامة المثقف، أن تحافظ على أرواح الناس، أن تحافظ على حرية الكلمة الحرة الشريفة. علاء مجذوب دفع ثمنا لكلمته الحرة الشريفة بالإبداع حياته.